السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي لا يقبل على مكروه سواه. المستحق للحمد والجدير بالثناء. الأول بلا آخر والباقي بلا انتهاء. خلق الخلق بغير حال وأوجد الناس وهو الغني عنه. كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء. وقد قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبعد أيها الإخوة الكرام، أخونا الشيخ وليد تعجل في القراءة لأن أصلا أنا بين متعجل. لعندي فندريزم في بروكلين، فأخونا الأستاذ حسين له حق العزاء، فكان من الواجب أن آتي معزيا في أمه وفي عمته. أنا جئت معزيا في الأم، فلا أدري بوفاة العم التي لحقت بوالدة أخينا حسين. لم يدرك أمه في الوفاة، لكنه أدرك عمته في جنازتها. ويبدو أن علاقة طيبة بين الأم والعمة، فلم ترك لها الحياة بعد وفاة يعني أم أخونا حسين رحمة الله على الجميع. أما وإن كان من كلمة سريعة أيها الإخوة الكرام، فقد ابتدأ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد هذه التلاوة بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وهذه الآية تكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم، في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء وفي سورة العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت. لكن الآية التي قرأها فضيلة الشيخ وليد هي قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس الصغير والكبير، كل نفس الغني والفقير، كل نفس الحقير والعظيم، كل نفس الحاكم والمحكوم، كل نفس الرجل والمرأة، كل نفس من أحب الموت ومن كره الموت، كل نفس لنهي طبيعة الدنيا. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المعز بسلطانه وأين المزكى إذا مفتخر تفانوا جميعا فما مخبري وماتوا جميعا وأطعوا عبر. فيسألني عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ هذه الدنيا أيها الإخوة الكرام، وانظر حولك وفتش لمن حولك من الناس، وانظر إلى ما ملك الدنيا بما فيها. هل وليس هناك من ملك الدنيا بما فيها ولا من فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى من تراه تملك، هل بقي ملكه لهذا ما عنده؟ والله ما بقي. ليه؟ كل نفس ذائقة الموت. والعجيب أيها الإخوة الكرام أنه ما من نفس يأتيها الموت إلا وهي تتمنى البقاء. واسمع إلى قوله تعالى وهو يتحدث عن الكفار في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون. ليه؟ ده مغفل، هو مش عارف، فبيقول لعلي يمكن، لعلي أعمل، لعلي هذه في التمني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن الإجابة إجابة قاطعة وقاسية: كلا إنها كلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في سورة المنافقون تحدث الله جل وعلا عن أهل الإيمان: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. دعاقي فعارف يعني إيه،
إجابة أيضاً قاسية، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى الدنيا عش كما تشاء فإنك إلى ممات. ولذلك جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، ويناديه مرة واثنين وثلاثة، يا محمد يا محمد يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبس من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مزيل به. يبقى ده الهدف من الغاية. ولذلك الآية اللي كانها عندنا في النشر القديم، كل نفس ذائقة الموت. طيب بعدين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ده قدامك قبل ما كتير شوية هتبدأ اللي انت تظنه ده قد ايه؟ لا ده فمن يعمل مثقال ذرة، وذرة ده تمثيل، ما فيش حاجة اسمها دي مش ذرة، ده دي فئة ايه؟ ده في فئة ملايين الذرات. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب وبعدين اسمع فائدة الآية البقية في الآية إنها عجيبة. فمن ايه؟ زحزح. بتحس ان كلمة فمن زحزح كأن حد ماسك حد مكلمش فيه. فمن دي افعال اضطرابية بيسموها كده في اللغة الاضطرابية، الفعل بيتكون بيتكرر. زحزح يعني في ايه؟ في جاذبية للنار، في جاذبية متماسكة فيه. فمن زحزح يعني كده مجرد فترة حاجة بسيطة، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقط فاز. ويدرك ساعتها وما الحياة الدنيا إلا والله يبقى. عندك إيه؟ وظيفتك إيه؟ تملك إيه؟ أنت مين؟ وأنت مين؟ وجنسيتك إيه؟ خروج؟ كل ده خروج؟ والله إن شاء الله كل ده خروج. ومهما كنت الوظيفة والمنصب والحسب والنسب، ولذلك سبحانك رب العزة المؤمنون فإذا نفخ في الصور خلاص ما تقوليش انت مين؟ انت وانا وكلنا اولاد. اولاد ايه؟ اولاد تراب. تسعد انت لسه برضه في روح، لا ده الاصل ورقه. اولاد تراب طين. تريد ان اخبرك كما قال علي؟ قال له اولك نطفه قذره واخرك وتمتلك عرقه وتريدك شرقه. مش ده الواقع؟ ده الواقع بتاعنا حتة نطفة. مع ميه بقى انسان. اقعد بدون كده ما تغتسل يوم يومين، لم تقي نفسك ولا تقي نفسك. طب عندما مات كوبايه ميه الواحد بيشرب مات. لكن بقى في فرق، ده اللي اخدم بيه. في واحد بيموت دافع لانه عاش دافع. وفي واحد بيموت راضي لانه عاش راضي. من عاش بالقبيل ذاتي ما تردنا، ما تفضل. ومن عاش بغير هدف والله لو تسلطت عليه الاضواء صباح مساء انسان دافع. وقل لي بالله عليك، ابو لهب كان في قومه عظيما، ابو جهل كان في قومه عظيما، عبد الله بن ابي بن سلول كان في قومه عظيما. لما تقيس هؤلاء بميزان الجاهليه وتضع بجوارهم عمار او بلال او ياسر، لا كفي ابو لهب وابو جهل وعبد الله ده صح ولا لا؟ لكن بمقياس الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى ابن مسعود نخلة ليأتي للنبي بحاجة وأزاحت الريح الثياب من على ساقه فبدت ساقه وكانت نحيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيضحكوا، قال أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ فوالله لهي أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. قيمة في عداد الجاهلين لا قيمة لابن مسعود، لكن عند النبي في الإسلام من أراد أن يقرأ القرآن خطاً طرياً كما نزل فليقرأه على قراءة المؤمن عبد. ولذلك يقول إخوة الكرام سأل نفسه ماذا لو أتى؟ لو طرق الباب علينا ملك الموت إحنا مستعدين؟ أنا عن نفسي لا والله. تقول تحب أموت؟ لا والله. لا والله ليه؟ لأن عندي أمل أن ربنا يفتح لي باب التوبة، لاني انا صاحب ذنب صاحب معصيه، وكلنا هذا الرجل الله. فاذا كنا بنعزي اخونا الحبيب حسين فنقول له قد فات منك جزء عظيم وذهب منك باب كان هذا الباب مفتوح لك الى جنه الله جل وعلا.
أن لا أدري والدي توفي وغلقت كل الأبواب. أخ حسين كل الأبواب غلقت ولم يبقى إلا بابك أنت، بابك أنت بس، فاجتهد. وهذا واجب، واجب كل واحد أن تجتهد، أن تتخذ لنفسك من هذا الباب عملا صالحا يبقى لك. لا نستطيع أن ندعو لولد وعمل أخونا حسين إخواننا في فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يعوضهم خيرا بما ابتلوا به، وأن ينزل الله جل وعلا عليهم الرحمات والبركات، أن ينزل الله جل وعلا عليهم من الصبر والسلوان ما يثبت به أفئدتهم، وأن يعوضهم الله جل وعلا خيرا عما ابتلاهم به، أن يعوضهم خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم، سرهم ولا تنصر عليهم، اغفر لهم ولا تنظر بهم. اللهم أنزل عليهم من خيراتك وبركاتك كما هو بحاجة إليه وما أنت أعلم به. اللهم آمين آمين. خالص العزاء لأخينا الحبيب حسين، وغفر الله للأموات جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا الجزاء.